خليني ارحب بدكتور خالد عبد العاطي، وكيل الاداره العامه والبحوث القانونيه بمصلحه الشهر العقاري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ دكتور خالد اهلا بحضرتك، اهلا بيك فندم. دكتور خالد، اولا عايزين نعرف من حضرتك ايه التعديلات اللي حصلت على قانون الشهر العقاري الخاص بملكيه العقارات، وهل بالفعل اللي اشترى شقة دلوقتي يتعامل عادي جدا بعقد ابتدائي وبصحة توقيع، والقانون او القرار ده مش هيتطبق غير من يوم 4 مارس، ولا ايه الموضوع؟ والله يا فندم انا احب اوضح ان المادة 35 مكرر المضافة للقانون 186 لسنة 2020 اتت بتيسيرات اجرائية نرجو ان تتم على الوجه المطلوب. التيسيرات دي ستمثل بإذن الله نقلة واضحة في مجال تيسير إجراءات شهر الأحكام القضائية النهائي. كل من بيده عقد بيع والبائع لم يزعن رضاء أنه ينزل يتمم إجراءات التسجيل يستطيع أنه هو يتحصل على حكم قضائي، وكل من بيده حكم قضائي بالفعل، يعني اللي معاه حكم قضائي نهائي بالفعل أو اللي لسه هيحصل على حكم قضائي من حقه ان هو يتقدم مباشرة لمكتب الشهر العقاري، ومكتب الشهر العقاري المختص هيدي هذا الحكم رقم شهر عقاري مؤقت يتحول الى رقم شهر نهائي اذا فاتت مدة الاعتراض على هذا الحكم. الفائدة المستخلصة من هذا النص ان كانت الاحكام القضائية قبل ذلك لا تحظى باي اولوية في التسجيل، كانت بتعتبر زي اي محارب. يعني كل الاحكام اللي اتخذت قبل كده غير معترف بيها في التسجيل؟ لا يا فندم، كده ربع مصر قبل صدور قبل صدور هذا النص كان الحكم القضائي مالوش تميز في التسجيل، كان بيسجل زيه زي اي محرر، ومن بيده حكم قضائي كان يظل يعاني ويبحث عن مستندات اخرى تدلل على صحه هذا الحكم. اما بصدور هذا النص، هذا التعديل، اصبح من بيده حكم قضائي صاحب مركز قانوني يمكنه من انه يشهر هذا المحرر، وبيدي الفرصه للشهر العقاري انه يشهر هذا الحكم اعتمادا على مبدا حجيه الاحكام وقوه الامر الماقت. ومن يريد الاعتراض على الحكم يتقدم هو بالدليل، يعني هذا القانون نقل عبء الاثبات من بيده حكم قضائي الى جعل هذا العبء على من يعترض. اللي عايز يعترض على الحكم يجيب ادله بقى ويجيب ادله الاعتراض ويجي لنا نشوف هو صح ولا غلط. وهذا الامر يعرض على قاضي الامور الوقتيه والذي يصدر قرارا بقبول الاعتراض والغاء الرقم الوقتي او برفض الاعتراض وتثبيت الرقم الوقتي. طبعا انا احب اقول ان اللي بايده حكم نهائي سيحظى في الغالبيه بمركز قانوني طبعا، وهيسجل ويبقى سند ملكيه، بمجرد فوات المده المقرره في القانون للاعتراض على الشهر المؤقت، وهي مده شهر من تاريخ النشر في جريده يوميه. دكتور خالد، بعد اذن حضرتك، اللي معاه دلوقتي حالا، صحه توقيع وعاد ابتدائي، ايه الوضع؟ احنا لسه قبل 4 مارس. لا يا فندم، مفيش صحة توقيع. المادة 35 مكرر تتحدث عن أحكام قضائية نهائية تكون فصلت في موضوع الملكية. ده في التعديل ولا ده قبل التعديل؟ لا يا فندم، الأحكام عموما. الأحكام عموما من بيدي حكم، أيوه، من بيدي حكم وفقا للضوابط التي أوردتها المادة 35 مكرر، ووفقا للضوابط التي أوردها اللائحه التنفيذيه الصادره من سياده المستشار القاضي الجليل وزير العدل. ما تتوفرت الضوابط، والضوابط طبعا معموله على اساس ان هي تجنب. طيب خليني اسال دكتور خالد، خليني اسال حضرتك السؤال بشكل تاني عشان الناس تبقى فاهمه. اللي معاه سواء ما يسمى بصحه توقيع او عقد ابتدائي، حضرتك تنصحه يعمل ايه؟ بشكل واضح، انصحه يا فندم بشكل بسيط، ايوه، يستصدر حكم بصحه ونفاذ العقد ولا يكتفي بصحه التوقيع، لان صحه التوقيع مش هتتسجل عندنا في الشهر العقاري. تمام. مش هيقدر يتمم بها اي اجراء، مش هيقدر ينقل بها اي مرافق باسمه. ايوه، هتقابله عقبات. تمام. اذا كان معاه حكم بصحه ونفاذ عقد بيع او حكم نهائي بتثبيت ملكيه، بقول له اتفضل سجله في مكتب الشهر العقاري المختص،
إذا ما كانش معه حكم لا يستصدر حكم ولا يكتفي بفكرة صحة التوقيع. فكرة بقى يستصدر حكم دي سهلة ولا صعبة على المواطن؟ يا فندم لا، ده إجراءات التقاضي. كما إجراءات التقاضي ده إنه يتوجه للمحكمة المختصة ويرفع دعوة، ويقول أنا عايز أستصدر حكم بصحة ونفاذ العقد. أيوة. إذا جه البائع وأقر كان بيعد يصدر له القاضي حكم بصحة ونفاذ العقد. إذا ما جاش بيعيد إعلانه ويصدر حكما في غيابه، مفيش مشكلة. فأنا في الآخر يبقى عندي حكم نهائي. طيب. أنا كمصلحة شهر عقاري مقدم ألاقي حكم نهائي بسجل. أيوة. تمام. سؤالي الأخير، الناس اللي بتعمل تصالح دلوقتي اللي بتعمل تصالح دلوقتي تسجل ازاي؟ لازم يا فندم، لأن القانون تسجل ازاي؟ سؤالي لحضرتك تسجل ازاي؟ لازم يا فندم يجيب ما يفيد انه تصالح، يعني فكرة الحكم مش هتعفيه من انه يتصالح، لا. إذا كان في مخالفة في البناء لو معاه حكم لا هقول له توجع علشان خد التصالح، عمل التصالح عشان ده بس ينطبق على ناس كتير. خلاص يعني يجي يتقدم بالحكم يروح ومعاه قرار التصالح نسجله على طول. تمام. شكرك دكتور خالد، بشكرك فندم، شكرا جزيلا.